التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، والتحيه متجدده بحضراتكم من جديد، حيث يسير شوط جديد من اشواط الخير والبركه، وهو شوطنا الحادي عشر الخاص بمنافسه الابكار. نتابع المقدمه والبدايه الاولى اللي على المقدمه وعلى المركز الاول. نتابع هنا اللي تتقدم، هذه هي الشامخه محمد بن سالم بن ناصر المسعودي يحتل المقدمه والبدايه، بينما نغلتنا على المركز الثاني، وفي المركز الثاني الوصول من وضوح عبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث وهذه هي متعب حمد بن محمد بن حمرور العامري، بينما نغلتنا على المركز الرابع، وفي المركز الرابع حشمة ظاهر بن فايد بن خربيش العويسي، المركز الخامس اللي هي العفرة حمد بن محمد بن علي الراشدي يتقدم على مستوى المركز الخامس. هذه هي نتيجتنا وندائنا للخمس المراكز الأولى، لكن راغبوا الأسماء ما شاء الله والشعارات والأعداد الهائلة الحاضرة في هذا اليوم والمشاركة في هذه الأشواط، ما شاء الله وتبارك الله. عودة إلى المقدمة الأولى، عودة إلى البداية، إلى الصراع، إلى المنافسة، إلى الشامخة اللي على الصدارة، الشامخة على المركز الأول، محمد بن سالم بن ناصر المسعودي مسيطرا على مقدمة الشوط، مسيطرا على المركز الأول، لكن في المركز الثاني هذه وضوح عبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي يتقدم على مستوى المركز الثاني، بينما في المركز الثالث، المركز الثالث هذه حشمة زاهر بن فايل بن خربيش العويسي، المركز الرابع تقدمت هنا العفرة حمد بن محمد بن علي الراشدي، المركز الخامس، المركز الخامس هذه متعب حمد بن محمد بن حمرور العامري، ولكن الاسماء، الاسماء شعار ابو عمر واصل وشعار بن سالمين غادب والاسماء واصله. يا سلام يا سلام يا سلام، عوده الى المقدمه، عوده الى المركز الاول، عوده الى العفره، العفره غيرت وتسللت واصبحت على مقدمه هذا الشوط، يقدمها حمد بن محمد بن علي الراشدي، والكيل والمتر الاخير، الكيل الاخير ووضوح، وضوح يقدمها عبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي، يبحث عن الفوز، يبحث عن الانتصار، يبحث عن السلامات الى اهالي مرغم، الى اهالي مرغم اذا صح التعبير، بينما في المركز الثاني هذه العفره حمد بن محمد بن علي الراشدي، ولكن زاهر بن فايل بن خربيش العويسي ياتي مع المركز الثاني، المركز الثاني في المركز الثالث، المركز الرابع اللي تقدمت هذه نوف، نوف يا نوف، يا سلام يا سلام نوف، تحرك هدلان منصور بن سعيد السالمين المنصوري، الله، ولكن العفرة، العفرة 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 راحت إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، حمد بن محمد بن علي الراشدي، الراشدي راح، بن مرخان يحاول، وبن سالمين قادم بقوة، قادم بنوف، الشوط إلى وين؟ الشوط إلى وين؟ عندك يا الراشدي، عندك يا الراشدي حتى الآن، إلى أهالي العين، ولكن أهالي مرغم، أهالي مرغم يحاولون، يحاول عبيد بن محمد بن مرخان، وهنا أيضا القادمة نوف، ولكن الراشدي، الراشدي إلى أهالي العين، إلى أهالي العين، سلام يا الراشدي، سلام إلى أهالي مغافة، مغافة، وهناك إلى أهالي مزيد، الله، ولكن بن مرخان، بن مرخان يعود، يعود إلى المعركة، الأمتار الأخيرة، الأمتار النهائية، ولكن تهانينا لمالك العفرة حمد بن محمد بن علي الراشدي المركز الثاني، وصلت وضوح عبيد بن محمد مرخان المركز الثالث، نوف أيضا متابعين الكرام لمالك منصور بن سعيد السالمين المنصوري. المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع وصلت اللي هي ايضا نواهل حياب بن مطر بن سعيد بن حاضر التبي، المركز الخامس كان الوصول من امواج لراشد بن سعيد الرايحي العليلي، هذه هي
النتيجة للثلاثة أول للخمسة للمراكز الأولى، عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصول أيضا العفرة إلى خط النهاية بأربع دقائق وخمسة وثلاثين ثانية، والعفرة تصلنا معلومة عنها أيضا صاحبة اشتراكين في حياتها ولم تذق طعم الهزيمة. تهانينا وناموس إلى مالك أيضا الذي قدمها اللي انتزعت ناموس هذا الشوط، حمد بن علي الراشدي، تهانينا وناموس على هذا الفوز.